الطويل المنفوش والالوان الهاديه اشياء ميزه اسبوع الموضه لازياء الاطفال، وده اقيم في العاصمه الهنديه بومباي، وقدمت احدى دور الازياء مجموعه من ارقى التصميمات لازياء الاطفال. ظهرت العارضات وهم مرتديين اشكال مختلفه وتسريحات شعر عصريه، واختلفت طبعا الاكسسوارات والاحذيه في العرض، وما تضمنش يمكن ملابس غير الملابس الهاديه، الملابس اللي هي عصريه اكتر، وزي برضو ما بنشوف معاكم الكواليس ظهرت فيها مجموعه من الموديلات الخاصه بالاولاد، عباره عن شورتات وتيشرتات وشميزات كارو، يعني هي لبس ممكن يبقى عصري اكتر. وطبعا يعني عايزين نقول ان اكتر ما يميز الهنود او الازياء الهنديه هي الالوان، عندهم يعني وفره في الالوان لدرجه انهم عندهم عيد اسمه عيد الالوان، من ضمن الاعياد طبعا عندهم اعياد كتير قوي زي عيد الانوار وعيد الالوان وفي عيد التوابل، ويعني في عيد لكل حاجه، فهو هم مميزين جدا بيستمتعوا بكل حاجه بالظبط.